بغداد متخوفة من تفشي السلالة الجديدة وخاصة مع وجود تقارير صحية تفيد بارتفاع معدل الاصابات به في اوساط التلاميذ وطلبة المدارس والاعمار الاصغر. علمنا من خلال التقارير التي وصلتنا بان هذا الفيروس زادت نسبه الاصابات في الاطفال لذلك التحري الان سيكثف على خاصه طلبه المدارس الابتدائيه والمتوسطه والثانويه. هذا اذا اي ارتفاع بهذا المعدل قد ينبئ بان هناك سلاله جديده وان شاء الله بهذه الاجراءات سوف نحد من انتقال هذه السلاله الى بلدنا العزيز وكانت خليه الازمه قد اوعزت بايقاف الرحلات الجويه من والى بريطانيا وعده دول شهدت تسجيل اصابات بالسلاله الجديده الى جانب غلق المنافذ الحدوديه مع دول الجوار امام الوافدين من غير العراقيين مع استمرار الحركه التجاريه عبرها اما المواطنون العائدون من البلدان الموبوءه فيتم اخضاعهم للحجر لمده اسبوعين في المستشفيات واماكن الحجر الصحي الحظر الجزئي للمطاعم والمولات بالفتره المسائيه كون هذه فتره اعياد وقد تحدث هناك تجمعات كبيره في الفتره المسائيه زائدا موضوع فحص الوافدين ومنع الوافدين من الدول التي ظهرت فيها السلاله لتقليل دخول السلاله الجديده الى البلد كذلك زياده عدد الفحوصات لاكتشاف الحالات الجديده وهناك نيه في وزاره الصحه لجلب المختبر الذي يفحص السلالات الجديده كونه غير متوفر في العراق حاليا. وبحسب تصريحات وزير الصحه حسن التميمي فان العراق حجز 16 مليون جرعه من لقاح كورونا دون تسميه نوعيه اللقاح وان مختبرين جديدين خاصين بفحص السلاله الجديده. سيصلان قريبا إلى البلد وأن العراق يحتاج إلى نحو ثلاثة مليار دولار لتوفير جميع المستلزمات الطبية لمواجهة الفيروس في الفترة المقبلة أي أيوة الحرة